طيب يعني انتوا في فترة قصيرة قدرتوا تعملوا جماهيرية كبيرة جدا في مصر، وحتى الجمهور بتاعكم بيدور عليكم ويجوا وراكم في الحفلات، انتوا كنتوا متوقعين ده وانتوا بتفكروا اصلا ان انتوا تغنوا لفرقة يعني اجنبية مش مصرية؟ في الاول خالص ما كناش متوقعين كده، بس اللي حصل ان احنا لما قررنا احنا نعمل اول حفلة وحددنا ميعادها كتب عنها مقالة، بتهيألي مصطفى اللي كان كاتبها ولا حد تاني مش متأكد، كانت كتب علينا مقالة وكولد بلاي نفسهم شافوا المقالة دي وعملوا تويت عننا، فناس كتير طبعا الجمهور بتاعهم كله اللي في مصر شافوا، وبدل ما نلعب حفلة واحدة لعبنا ثلاث حفلات ورا بعض عشان نكافي يعني الجمهور. يعني كولد بلاي نفسهم عملوا لكم ماركتينج على تويتر؟ بالظبط. يس. طب ده جميل، كان شعوركم ايه بقى لما لقيتوا ان يعني ايه ده؟ طبعا كان احساس فظيع، يعني احنا قعدنا نجري في الشارع من الفرحه، جسمك اشعر بس طول الوقت. طول الليله دي كلها انا متخيله الاحساس عامل ازاي في الحقيقه. طيب خلينا مثلا نعرف بقى حاجه كده، يعني ايه اكتر اغنيه انتوا بتحبوها لكولد بلاي، وايه اصعب اغنيه لكولد بلاي بتلعبوها لايف على المسرح؟ انت محتاجه بروفات كتير. بالنسبه لي اكتر اغنيه بحبها هي ترابل، أغنية من أوائل الألبومز بتاع كول بلاي، وهي يمكن أول أغنية سمعتها لكول بلاي، بحب الأغنية دي جدا. صعبة دي، سؤال صعب شوية. لأن احنا يعني الفترة اللي كنا بنحضر فيها الأغاني دي من زمان، دلوقتي احنا من كتر ما عزفناها ممكن نعزفها واحنا نايمين، يعني من كتر ما عزفناها. هاي لا التمكن ده. فكرة ان انتوا تعربوا بقى أغاني الكول بلاي، بتفكروا تعملوا حاجة زي كده كنوع من تويست مثلا او تغيير؟ هو احنا عملنا اكشلي اغاني بتاعتنا احنا، وكان يعني الشكل بتاعها قريب من كولد بلاي. كنا عاملين حسابنا ان احنا لما هنيجي نعزف الاغاني دي في الغالب هنعزفها لنفس الجمهور اللي بيسمع كولد بلاي، لان هم اللي حاضرين. بس اغاني بالعربي، مش بالعربي يعني مش موجوده على سبوتيفاي. بتشوفوا من وجهه نظركم من خلال حفلاتكم، خصوصا انتوا كمان بتاخدوا دلوقتي تجربه ان انتوا او غنيتوا عربي، بتشوفوا الجمهور المصري بيتفاعل اكتر مع انتوا بقى كفرقه بتقدم البرودكت، بتتفاعل معاكوا اكتر وانتوا بتغنوا الانجليش لكولد بلاي ولا وانتوا بتغني العربي بتاعكوا؟ اعتقد ان الموقف بيبقى مختلف شويه، يعني طبعا لو حد عارف اغاني كولد بلاي فعليا بيبقى مندمج جدا مع الاغنيه، لكن لما نزلنا الاغاني العربي حسينا ان في ناس بتكون معاها علاقه من اول وجديد، وحتى لما غنيناها لايف كان في ناس بيحركوا شفايفهم مع الكلمات، فهو تحسي ان شكل التفاعل مختلف شويه، يعني اكيد اللي حافظ اغاني كولد بلاي هيبقى بيهايبر معها اكثر طبعا. هو العامل المؤثر قوي ان لما الجمهور يبقى بيسمع اغنيه اوريدي مشهوره اوريدي معروفه بيتفاعل معاها اكتر من لما هي اغنيه هو لسه اول مره يسمعها، فطبعا التفاعل في الاغاني الاوريدي معروفه بيبقى اقوى، بس طبعا احساس الاوريجينالز برده جميل، ان انت بتكتب حاجه والناس بتسمعها وبتتقبلها، يعني مجرد التسقيف بيبقى احساس تاني خالص. طبعا حفلات كولد بلاي على المسرح بيكون فيها بقى مؤثرات، يعني فيري هاي تك شو باللايت شو، يعني بنشوف حاجه متطوره، الوان وشكل المسرح. قادرين تعملوا ده ولا بتحلموا ان انتوا تقدموا ده؟ بودي عملوا قبل كده مع طلبه تقريبا من فنون جميله على ما اعتقد، عملوا ديزاين ليوفت حطيناه على المسرح، جبنا بلاك يعني انك او حبر ينفع مع البلاك لايت، جبنا اضاءه بقدر الامكان، بنحاول نحاكي اللي احنا نقدر عليه، بس طبعا انت متخيله حجم الشو بتاع كل طبعا يعني مع اختلاف البادجت يعني. ما جربتوش تحضروا بقى انتوا بنفسكم حفله الكولد بلاي؟ انا حضرت في كان احساسك ايه؟ كان احساس جميل جدا طبعا. الاكتر حاجه بسطتني ان الصوت ما كانش فارق قوي، لكن اللي كان فارق طبعا البرودكشن والاحساس طبعا بتاع 80,000 واحد في ملعب، يعني احساس. طموحكم ايه اللي جاي؟ هل خلاص هتفضلوا مستمرين في ان انتوا تلعبوا المزيكا لكولد بلاي، ولا هتبتدوا بقى تعملوا حاجات مختلفه او الوان مختلفه من المزيكا؟ احنا فعليا بنحاول كل شويه نحط اغاني اكتر في الليست بتاعتنا، نشوف ايه اللي ممكن يعجب الناس ويكونوا عارفينه ويقدروا يغنوا معاه ويرقصوا معاه. دايما احنا كعازفين موسيقى احنا عايزين نعمل اي شيء جديد، يعني احنا المتعه الاكبر دايما مش في ان احنا نعزف حاجه الناس عارفينها مثلا، المتعه الاكبر بتبقى في ان احنا نعمل حاجه جديده، نكريت حاجه، فده اللي نفسنا طبعا نعمله على حسب الفرص اللي هتجيلنا اكيد.